بعد اختيار مصر عشان تكون رئيس لمنظمة الوحدة الأفريقية وبعد الأحداث الكتير اللي حصلت السنتين اللي فاتوا وتنظيم مؤتمر للشباب العربي الأفريقي والبطولة الأفريقية، الحقيقة كل الحاجات دي هي مؤشرات إنه مصر بتستعيد مكانها في القارة الأفريقية وعلاقاتها بالدول الأفريقية. إن إحنا النهاردة بقى نعرف دورنا إيه، دور الشباب اللي يعني ساهم بقوة في تنظيم البطولة اللي كانت يعني شرفتنا في أرض مصر وكانت شيء جميل ومشرف جدا، واللي ساهم أيضا في مؤتمر الشباب أو تنظيم مؤتمر الشباب العربي الأفريقي. الشباب النهاردة أكيد ليهم دور لدعم هذه العلاقات ولتقويتها وإن إحنا نشوف نتائج لهذه الأحداث في الفترة القادمة. ضيوفي الدكتور حسن حسونة رئيس قسم الدراسات الجغرافية بمعهد حوض النيل للدراسات الاستراتيجية بجامعة الفيوم، أهلا وسهلا يا فندم. ومعايا هند مسعد طالبة في كلية إعلام، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. وشادي أسامة صحفي رياضي، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. وكابتن أحمد حجازي ناقد ومعلق رياضي، أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور حسن هبتدي مع حضرتك، وعايزة أقول إنه الموقع الجغرافي لمصر في القارة الأفريقية بالتأكيد له تأثير على هذه العلاقات اللي احنا بنتكلم عنها. ده فعلا. حضرتك شايفها ازاي؟ احنا لو اتكلمنا الموقع الجغرافي، مصر بتقع في شمال شرق قارة أفريقيا، 93.5 في مصر أفريقية تماما، 6.5 آسيوية اللي هي شبه جزيرة سيناء. إنما مصر البوابة الرئيسية للدخول للقارة، لأن مصر عاملة قوة استراتيجية في المنطقة منع فكرة إن أي حد يقرب منين من القارة. هنيجي هنبص على البحر المتوسط ودور المغرب العربي، صعب الدخول منين من هذه الجزئية، الأسهل دايما هي إيه؟ مصر. مصر مش بتستعيد، هي مصر فعلا استعادت مكانتها في قارة أفريقيا. مصر لها دور بارز وعظيم في القارة، نقوله من أيام الفراعنة. كلنا نفتكر الملك نخاو حين أرسل بعثة دارت حوالين إيه قارة أفريقيا، تعتبر أول من وصلت لفكرة رأس الرجاء الصالح. شفنا الملكة حتشبسوت وتجارتها مع دول بلاد بونت. شفنا بعد كده في مرحلة العصر الإسلامي ودخول الإسلام في مصر، مصر رحبت بالأفارقة للدراسة في الأزهر الشريف، فخرج منهم علماء كتير جدا زي ابن خلدون من تونس، اتخرج من الأزهر الشريف، التكروري من غرب أفريقيا، والجبرتي من أثيوبيا وعاش في مصر وأصبح مؤرخ. مصر لها دور بارز جدا في فترة أحدث، بداية من عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، دانت السيطرة لمصر وساهمت مصر مساهمات عظيمة في دول أفريقيا، من أول ما عمل منظمة الوحدة الأفريقية وتولى رئاستها في أول دورة، حتى تولى الرئيس محمد حسني مبارك رئاستها دورتين. لو أعتقد وقت كمان عبد الناصر كان في مصر ليها دور في حركات الاستقلال اللي كانت موجودة في الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أسهم بمساعداته وعلاقاته الخارجية في استقلال 17 دولة أفريقية في أقل من سنتين. ثم بدأت تنتشر إيه العدوى بين الدول في التخلص من الاستعمار، كان بيكره تماما فكرة الاستعمار وعمل مؤتمر بندونج لدول عدم الانحياز، جمال عبد زعيم غير عادي يعني رحمة الله عليه. جه فترة السادات كانوا في الأول في حرب 67 73، قاطعت الدول الأفريقية تعاطفا مع مصر علاقتها مع إسرائيل تماما، باستثناء دولة أو دولتين لهم خلافات مع مصر، على سبيل المثال أثيوبيا يعني. في فترة الرئيس محمد حسني مبارك للأسف أساء معاملة الدول الأفريقية، خاصة بعد حادثة اغتياله فين في أديس أبابا، محاولة اغتياله فأهمل علاقاته فين بالدول الأفريقية، ولو أنه برضو ساهم في استقلال ناميبيا عام 1990، وساهم في خروج نيلسون مانديلا من السجن وتولي رئاسة جنوب أفريقيا وحل بعض المشاكل المسلحة بين دول قارة إيه أفريقيا. وبعد كده بعد محاولة اغتياله قطع علاقته أو تغاضى عن الدور الفعال لمصر فين في قارة أفريقيا. عندما تولى الرئيس السيسي عام 2013 حكم مصر، انقلبت الصورة تماما. ازاي نستعيد دورنا؟ بداية
لم يدع مؤتمر في دولة أفريقية لو حضره. سوى علاقتنا بأثيوبيا والخلافات اللي ساءت جدا أيام فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، صلح هذه العلاقات، قدر يوصل مع السودان وأثيوبيا لاتفاقية جديدة بخصوص مياه نهر النيل. بدأ يجمع بقى هنا ايه دوره في تجميع الشباب الافريقي، عمل لهم كم مؤتمر؟ ثلاث مؤتمرات، اثنين في شرم الشيخ، واحد في اسوان اللي هو المنطقه العربي اللي ايه الافريقي. بدأ يكافح الفساد في افريقيا، اخر مؤتمر عمله فين؟ كان مكافحه الفساد في قاره افريقيا، في المؤتمر الاخير لدول العشرين كان موجود بيدافع عن دول افريقيا، وكنت انا في اللقاء السابق في التلفزيون هنا ونبهت على ضروره سعى الرئيس بجديه الى عقد او تجميع الدول العربيه في 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 منطقه التجاره الحره. وبفضل الله الاسبوع اللي فات دشن حركه التجاره الحره بين افريقيا، فاصبحت قاره مفتوحه تماما، هتاخد وقتها قبل ما يتم حل المشاكل الجمركيه وما شابه. ان شاء الله القاره دي سنوات لكن خطوه للامان. خطوه جيده جدا يعني. تمام. طيب احنا الشباب الحقيقه دايما بنتكلم على دورهم في الأحداث دي، بس أنا قبل ما عايزة أتكلم عن الشباب عايزة أتكلم عن اللي عملته الرياضة، بما أن معانا اتنين يعني من المهتمين بالمجال ده، فهبتدي مع كابتن أحمد وعايزة أسألك، شايف إزاي أنه البطولة الأفريقية مثلا كان ليها دور في دعم هذه العلاقات؟ وما فيش شك طبعا مصر فازت ببطولة الأمم الأفريقية، مش بس على مستوى الرياضة، لا على مستوى الشباب الافريقي، على مستوى العالم ككل. شفت حضرتك قد ايه تطوع من اكتر من 5000 شاب سواء من مصر او الدول العربيه او الافريقيه. الدور ده بدايته طبعا سياده الرئيس اولى به اهتمام كبير، يمكن لما شفنا اسوان واحتضنت الفعاليات بتاعه الشباب وعاصمه دلوقتي اسوان بقيمتها الاثريه وقيمتها الفنيه وتراثها الكبير اصبحت هي عاصمه الشباب الافريقي. الدور طبعا اللي عملته هذه البطوله، اول يعني سيبك بقى على مستوى التجاره ومستوى الاقتصاد اللي طبعا مصر اكيد يعني نجحت ان هي تقتنص برؤيه كبيره من رؤيه السياسه ورؤيه سياده الرئيس، اللي هو قدر ان هو النهارده عندنا ملاعب كبيره استادات على اعلى مستوى. مش بس كده، عشان نوصل للعلاقه ما بين الشباب وما بين البطوله، الثقافه بقى وتنقل الخبرات وازاي نلتحم مع الشباب يلتحم مع بعضه الافريقي والعربي، ده ولد ثقافه كبيره بمعرفه الداخل اللي بيعاصر كل شاب. يعني النهارده انا بقابل شاب افريقي اكيد بتعرف عليه وبتعرف على افكاره وعلى ثقافته، وده اللي يمكن الفتره الاخيره او في بدايه حكم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو اولى الشباب بهذا الاهتمام، والناس كتير قالت طب ليه هذه الندوات الكبيره دي والحاجات دي، لكن في النهايه هو وصل لان ثقافه الشباب او تعارف شباب مع بعض دي ملحمه كبيره جدا بتعطي زخم كبير في العلاقات الثنائيه ما بين الشباب. وعارفه ان حضرتك الشباب بيمثل 18% من سكان العالم زي ما قالت اليونسكو، وبالتالي هي شريحه كبيره تلعب دور كبير جدا. البطوله الافريقيه جت الحقيقه الفتره الخامسه، طبعا احنا بننظمها الخامس مره، وكنا نتمنى ان احنا نفوز طبعا بالمره الثامنه، لكن قدر الله احنا كسبنا مكاسب كبيره جدا على المستوى الاقتصادي المستوى السياسي. كل التعاون طبعا ما بين الشباب في الفتره دي الدور التطوعي، يعلم ازاي الشاب يبقى عنده ده دور كبير جدا على يعني لازم الشاب يتعلم ازاي يبقى عنده دور تطوعي ويقوم بواجباته تجاه بلده، ولان عارف حضرتك ان في علاقه ما بين الشباب وما بين النهارده وسائل التواصل الاجتماعي. كان في مشكله كل واحد عنده حاجه بيقولها بطريقه مختلفه، لكن النهارده دور التنمو والعلاقات المتبادله ما بين الشباب، وانا بتعرف النهارده على لغات ولهجات مختلفه ما بين الشباب الافريقي، فدي كلها هتصب في مصلحه العمل الشبابي الافريقي، وده اللي كان بيهدف ليه سياده الرئيس في الفتره الاخيره. وعلى المستوى الرياضي برضه في ارقام قياسيه مثلا اتحققت، يمكن شفنا امبارح نيجيريا خدت المركز الثالث للمره الثامنه في تاريخها. لاعب نيجيريا بيعادل رقم محمد ناجي جدو بخمس اهداف في بطوله افريقيا. شفنا منتخب مصر تواجد في البطوله، دي المره الخامسه اللي مصر بتنظمها، ومصر فازت بالبطوله على ارضها ثلاث مرات وخسرت اللقب مرتين في 74 وفي 2019.
اول مره مصر بتنظم البطوله بوجود 24، يبقى انت مصر نظمت البطوله باربعه بثمانيه ب16 ب24. في ارقام طبعا كتير اتحققت، منتخبات افريقيه ظهرت بشكل كويس، دايما بطوله افريقيا بتطلع مواهب كبيره في القاره الافريقيه، شفنا مدربين اجانب تواجدوا في البطوله دي ليهم اسم وذات ثقل، مدربين تواجدوا مع المغرب مع الكونغو مع كوتيفوار، دايما البطوله بتطلع المواهب وبتثير اهتمام العالم. ايضا النهائي هيجمع ما بين السنغال والجزائر، شفنا بقى في برضو يعني النقطه نحب نعلق عليها ان دلوقتي السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن الجزائر، الجمهور الجزائري، ان الخلافات اللي كانت ما بين مصر والجزائر في 2009 ليه دلوقتي احنا بنشجع الجزائر. انا اتمنى ان احنا ننسى الحته دي، لان الحته دي هتؤدي لمشاكل تاني كبيره بيننا وبين الجزائر. اعتقد انه الناس بالعكس، يعني الناس مركزه على تشجيع الجزائر اكتر ما هي مركزه على يعني اللي بيحاول انه يطلع الاصوات بتاعه 2009 والكلام ده. اعتقد بس الناس دي بنشوفها على تويتر والسوشيال ميديا موجوده، يعني احنا كنقدر دي بنشوف الكلام ده موجود من بعض لاعبي الكوره القدامى، بعض الجماهير بيعملوا بيحاولوا يعملوا فتنه ما بين الجمهور والجمهور الجزائري. انا شايف ان الجزائر بتلعب بشكل كويس جدا، والجمهور الجزائري بيرحب بالمصريين والمصريين بيرحبوا بيهم. حتى المعلق الرياضي حافظ دراجي قالك احنا بنرحب بالشعب المصري وانا سعيد بوجودي في مصر في الفتره الحاليه، فده دليل يدي انطباع ان مصر فيها طب امن وامان وفي احترام مننا للعالم كله. طيب خلينا اسال هند بقى، بما انك يعني انت اصغر واحده موجوده هنا معانا، فعايزه اعرف منك انت شايفه ازاي دور الشباب في الفتره اللي جايه لاستغلال الاحداث اللي حصلت واللي ممكن انها تبقى بتفيد في دعم العلاقات دي. طبعا الشباب ليه دور مهم جدا، بس احب اتكلم في الاول عن المؤتمرات اللي كانت بتتعمل في الفتره الاخيره. دي عرفتنا على شباب جديده، عرفتنا على ناس من مختلف الثقافات، وخاصه المؤتمر اللي اتعمل في اسوان ملتقى الشباب الافريقي، من خلال ورش العمل ومن خلال الندوات اللي بتتعمل ومن خلال المائده المستديره اللي بيجلس فيها بيتبادل الشباب الافكار والثقافات طبعاً. وبيوصلوا لوجهه نظر مشتركه حوالين القضايا اللي بتثار دلوقتي افريقيا، سواء نهر النيل سواء المشكلات الافريقيه. كمان بيكتسب كل شاب مصري ثقافه الشاب الافريقي، فبيتهيالي ان المؤتمرات دي فتحت الباب للشباب انهم كل واحد يعبر عن افكاره وجهه نظره. فلازم احنا نتمسك بالمؤتمرات دي كويس جدا. طيب خلونا نشوف تقرير معانا عن دور الشباب في دعم هذه العلاقات ونرجع نكمل حوارنا مع ضيوفنا.